السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبنات طلاب الصف الثاني إعدادي، مع الفصل الأول من قصة كفاح شعب مصر، هو بعنوان جيش تحرير مصر. هذا الفصل يتحدث عن جماعة من الرعاة جاءوا من آسيا. الجماعة من الرعاة اللي جاءوا من آسيا دول اسمهم إيه بقى؟ الهكسوس. لما أجي أسألك أنا هقول إيه؟ جماعة من الرعاة جاءوا من آسيا. ماشي. متى جاءوا؟ أيام قديمة الفراعنة. هجموا على مصر من أين؟ من الشمال، هجموا عليها من إيه؟ من الشمال. احتلوا البلاد لينهبوا خيرات مصر. طب حكموا مصر إزاي حينما جاءوا؟ أول حاجة بدأوا يعملوها في مصر، فرقوا صفوف الشعب. أضعفوا كلمة هذا الشعب وأخمدوا قوته. ما ظهروا ظلمهم للشعب المصري. سرقوا أموالهم، نهبوا أقوتهم، شردوا أبناءهم. طب جميل، الكلام ده كله يا حبايبي كان إيه نتيجته على دموع الشعب المصري؟ غضب على جميع أنحاء مصر، غضب بين جميع أبناء شعب مصر. لم يكتفوا بما فعلوه، بل راحوا يسخروا من عادات وتقاليد المصريين. ملك الهكسوس يرسل رسالة لسكن الرع. أسألك سؤال، مين سكن الرع؟ تقول لي ملك طيبة، أقوى أمراء مصر، أكثر الأمراء إخلاصا لمصر وأكثرهم عداوة وكراهية للهكسوس. طب كيف كانت السخرية؟ ملك الهكسوس أرسل له رسالة تهديد أن أفراس النهر تزعجه في طيبة، وإن لم يسكتها فسيرسل من يريدها. طبعا المسافة بين طيبة وأواريس أكثر من 700 ميل. طبعا سكن الرع اعتبر هذه الرسالة استهزاء وسخرية، غضب كيف تزعجه أفراس النهر والمسافة بين طيبة وأواريس أكثر من 700 ميل. ده كان الظاهر من الرسالة، ولكن في هدف أساسي لإرسال الرسالة. سكن الرع كان يزيد في عدد الجيش، فلما زاد في عدد الجيش أرسل له ملك الهكسوس هذه الرسالة تهديدا له. مجرد أن ذهب رسول ملك الهكسوس وخرج من عند سكن الرع اجتمع برجاله. نهاية الاجتماع قرر جمع الصفوف، توحيد الكلمة، لقاء الأمراء عنده في القصر. اجتمع الأمراء عنده، ومجرد أن جاءتهم الرسالة أحسوا إن ما عادش في مجال للصبر على هؤلاء الهكسوس. اجتمعوا عنده، حكى لهم قصة أفراس النهر. ليه؟ ليزيد غضبهم فوق هذا الغضب على الهكسوس. نهاية الاجتماع قرروا أن يقدم كل أمير ما يقدر عليه. ليه؟ لمحاربة الهكسوس. وتأتي المعركة، سكن الرع قائد الجيوش أمام الهكسوس. نتيجة المعركة مات سكن الرع. تظهر لنا شخصية جديدة، هي حطب. إيه دور هي حطب؟ أسألك عنها، تقول لي زوجة سكن الرع. شجعت سكن الرع على محاربة الهكسوس بعد وفاة شجعت ابنها كاوس. كاوس ابن سكن الرع الأكبر دخل يحارب الهكسوس. إيه فضل كاوس على مصر؟ حرر الصعيد كله من الهكسوس، ثم مات، مات عادي مش مات مقتول. يظهر لنا شخصية أخرى، أحمس. أحمس حينما ظهر قرر أن يسخر حياته كلها لخدمة مصر. كون جيش كبير لمحاربة هؤلاء الهكسوس. اتجه بهذا الجيش من الجنوب إلى الشمال. ظل يحارب الهكسوس حتى لجوا إلى بلد اسمها أواريس اللي هم كانوا اتخذوها عاصمة حينما احتلوا مصر في الشرقية. لم يقدروا على الصمود أمامه، ظل يقاتلهم ويقاتلهم حتى طردهم تماما من مصر. فضل أحمس على مصر، حرر مصر كلها من الهكسوس. وبهذا انتهى الفصل الأول من قصة كفاح شعب مصر. أتمنى أن يكون الأمر ميسر لكم ووصل بإذن الله.